السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. فيديو جديد هنتكلم فيه عن جدول مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، المباريات القادمة طبعا في الجولة الخامسة بعد انتهاء المباريات السابقة في كأس الاتحاد الإنجليزي. عندنا أول مباريات هتبدأ في الدور الخامس في يوم الاثنين 2/3/2020، 2 مارس 2020، بين بورتسموث وارسنال. المباراه ميعادها الساعه 10 الا ربع مساء بتوقيت القاهره، 11 الا ربع بتوقيت مكه، الساعه 8 الا ربع بتوقيت جرينتش. يوم الثلاثاء 3/3/2020، مباراه بين تشيلسي وليفربول، ميعادها الساعه 10 الا ربع مساء بتوقيت القاهره، 11 الا ربع بتوقيت مكه، الساعه 8 الا ربع بتوقيت جرينتش. ويست هام بروميتش البيون هيلعب مع نيوكاسل يونايتد، الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره، 11 مساء بتوقيت مكه، الساعه 8 مساء بتوقيت جرينتش. ريدينغ هيلعب مع شيفيلد يونايتد، الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11 مساء بتوقيت مكة، الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش. يوم الأربعاء 4/3/2020، شيفيلد وينزداي هيلعب مع مانشستر سيتي، الساعة 10 إلا ربع 10 إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، 11 إلا ربع بتوقيت مكة، الساعة 8 إلا ربع بتوقيت جرينتش. ليستر سيتي هيلعب في نفس الموعد، 10 إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، 11 إلا ربع بتوقيت مكة، 8 إلا ربع بتوقيت جرينتش، بين ليستر سيتي وبرمنغهام سيتي. توتنهام هيلعب مع نوريتش سيتي في نفس الموعد. يوم الخميس 5/3/2020، مباراة بين ديربي كاونتي ومانشستر يونايتد، الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، 11 إلا ربع بتوقيت مكة، الساعة 8 إلا ربع بتوقيت جرينتش. متابعينا الكرام مشاهدينا الكرام، هذه هي مباريات الجولة الخامسة أو الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، قدمناها لكم من قناة معلومة مفيدة. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة. لا تبخل علينا بالاشتراك بالقناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب واللايك كلمتين، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.